الناس اللي هي بتحاول تتعالج من عدم الانجاب دي. بس هي نصيحه اخويه بعيد عن ان انا سعيد حسين متخصص في علاج الاعشاب او الصيدلي او 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 انا عايز بس اقول لحضرتك لو ما كانتش الحاله النفسيه بتاعتك كويسه وحاله نفسيه زوجتك كويسه العلاج مش هيجيب نتيجه سواء كان دواء او اعشاب. اتنين لازم تبقى متابع الدكتور برضو معلش لازم الاتنين انا والدكتور بنكمل بعض الصيدلي والطبيب بيكملوا بعض. مش بقول لك ابعد عن الدكتور لا لازم تروح تكشف وتحلل وتعرف السبب. انك انت لما بتيجي عندي او حضرتك لما بتيجي عندي تقول انا عندي السبب مشكلتي في التبويض ضعيف انا بقدر اديك مشكلتي الهرمونات وضعها كذا كذا ليه في الستش كذا ومش عارف كذا بقدر اديك العلاج المناسب. بس هو في الاول وفي الاخر الحاله النفسيه. بقول لكل ست ما بتخلفش صدقيني ربنا سبحانه وتعالى قايل لك حاجه احسن. يعني معلش ما يمكن كنت تخلفي ولد ونشوف الولد بيقتل امه وبيقتل ابوه وبيرمي امه وبيرمي ابوه. معلش ربنا سبحانه وتعالى له حكمه. فحته انك تبقى زعلانه وخلي بالك في مشكله كبيره جدا لك خاصه اللي بيتعالج من العقم بيبقى عنده جاي يوم مثلا هي البيريود عند الست بتيجي مثلا يوم 5 في الشهر مثلا او يوم 10 فبتلاقي يوم 4 بالليل لو هي بتجي لها يوم 5 يوم 4 بالليل قاعده وماسكه نفسها ومش عارف ايه. فممكن يكون حصل حمل في الفتره دي ولكن قلقك وتوترك ويا ترى الدوره جايه بكره ولا مش جايه ده بيخلي الدوره تنزل. لان خلي بالك الدوره بتنزل بانقباض على الرحم كده اهو خلاص. وطول ما انت قاعد على اعصابك وشد نفسك سيبها على ربنا سبحانه وتعالى. والله لو سيبنا كل حاجه على ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيديكي. انما انك تبقى قاعد على اعصابك وجوزك قاعد على اعصابه. ثانيا الست برضو الاصيله لا تجوز واحد مش بيخلف ما تحاوليش تضغطي على اعصابه لان مش بايديه حاجه. هو بيروح وبيتعالج وبيروح لدكاتره ما فيش بايديه اي حاجه. نصيحه اخويا من اخوك مش من الدكتور. يا اما هتعيشي مع الراجل محترم اللي انت متجوزاه وغصب عنه ما عندوش حنان منوي او حنان منوي ضعيف بما انه بيتعالج فالرجاء ما تضغطيش على اعصابه ولا تبهدليه نفسيته بتبقى زي الزفت. انا عايز اقول لك يا استاذه ان انا بشوف الناس اللي عندهم عقم دول بيبقى نفسيتهم زي خاصه الراجل لو كان العيب منه بتعذب عذاب رهيب رهيب. ولو الست بقى كده فبتعذبه اكتر. فعشان خاطري استحملي وعشان خاطر انت كمان استحمل وعيشوا حياتكم لنفسكم وربنا ولدينكم وبلدكم والقرايبكم ولجيرانكم وسيبها لربنا سبحانه وتعالى. خد العلاج خد بالاسباب ولكن خلي الحاله النفسيه كويسه. الحاله النفسيه سيئه مفيش نتيجه في العلاج.